من دجمو تاس نوحي كي ما كرتا مركان نوح سوق قلانو النوع ومد الصومالية هذا سيد الشلة كم وقتي ما أحد يسوقه في بروسل وشرفت لهيد وماركتي أي كلا دمبين تأي موجين ويدون كانوا موجين ومد الصومالية وقربها شو كتنا موجين ما دام أن عاد وقول ولي إني تريدوا إذا مركي ومركي بعيدا ولا شيء ما ناتسنت ولا أدوا ما ستة النور هذا كان كوي ماذا ممكن صدق فعلا سواش أنا كور مري ما دام أتقول شو كهيد شركي شلة تكسوق قبل مقالة بيلجيم مقالة بروكسل هذا كبيلجيم كه أن نور أن شركة جوبتشوب بات كاهي أن السؤال شو سكوي دينا سو مارد دتك أنت بدنا درين وحي قبل نقول والآذة فرب بدنا أو واحد إصلاح يعني سد على الشيء أرما نور بفايل جوني تشاب ككلاس وبحاء أو برصد أو قوة تاي هدول ماشي قلاف يمرن وكي ما دام دامه وفود آذة فرب بدنا تاي أن سكو شيء ده الجون سو ماله لا عوي أي تاي حد أنا أدمو ده إن نور ب أن معمول كي أمد دبده وكي يمد وإنه قدوه الربي إن كستون دتك هذا الكلام وده سين وأدمو ده قشف عينه شري قاب كي شركوا لعي يرتشي إن يدي أن كسوق قلاش سو ماله شركة سوق قلما دام أتجوب شو كأي محل قط المام كتر بسم الله الرحمن الرحيم الله وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وصحبه وسلم أجمعين حقيقة هذا أنا جوب جوب كان كأها ولبا شركة لوش تبوها شركة هاي ليفل كمان أنا وفرديني أنا هو كسر عنا روحه بالشدة رجعت كأصلي مركا سي آدي آدي أيه لو سوق شيء سيدو شيء دكتور عبد الولي والله وحها شركة أنا يعني شرر بدن 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 أيه كهري ودلك بيوس الوقبتي يكو ده بدل الوقبتي شركة أنا وحها يعني كانوا هكذا كما تميز الوجود أنا ذي وسيدا درس الجو في عبو كل عين دتك الصومالي وده مميز جونا وحكم وغطي يعني دت ربح رجع كشيء يعني دت يعني رجع قبه والربع إني كبحان بربر كان خلافات كان كبح رجالي صوماليا مدد مدد ميز دولتي يعني محمد سعد بري الله نعرفه ومركا سيف يعني الله سوا قاسمي برنامج كسنوا برنامج قرشي سنبوها مدحوينها جمهورية فدرالكا حسن الشيخ محمود أدي أد أيا لوهم بليجي شركات قلوا إنك إيجودها ومش جوبي أد بوهم بليجين وحيابي لقبت لقبت سكورتك وحيابي لقبت لنا فاينانسيكا وحيابي لقبت حريرك عالميكا وحدقالك الله دقالمي موقتي قلوا إن حق شركة أدي أد أيا لو سردوي مع شركات شفي عمبار لو حمبليجي وحنا نركي سومالو إني مركان كتاه كجو أنتاي أي كوميتي تاي إني كبحانين بربر كان جورجاي يا إني بربر كان كبحان أيه دتك ماشي جوي كم وغتي دتك روم وغتي ماشي شركة سواء قاسم يجود ملحد كسوق غير بشرفته وح كعد كم وغتي ماشي خد بدني ملعون وجدي وغير ذي قايل هاي وح كم وغتي إن أي سومالي ما أنت حلطاي متاي إن سومالي مانت أعرفت إنه كسب بيرتو إنترناشنال كوميونيتي كي كم غرين مدو إن أي مانت سومالي ديار أطاعه إنه نقطه إنه هرمر سميسو إنه سومالي مانت كلي إكده مانتهاي دقاله ولا سيو أي كعب حدو بربركاس إيو عارفين عبدولي إن سؤال يركوس الرعي ما دام هاي أما وفود لجسوا سومي سومالي أو سومالي كيمد مركات بروكس الإيماني سي هذا لحشوكتي مسؤولين تي سوماليات مسؤولين سوماليات بحال لقى برتي مركي رحوقة إن من دمتك تاجي حرق شيء أنت هسي وكم رأي مال هذا شركة شلي هذه آب بشركة هذه آب بي وهم هذا أنت هسي وحياه وف واجدانين فرسما لكن شركة ولا سوق شيء هذا الكيس ولا سوق شيء وحكاها لي ملحوينها ياكاها لي وفود سومالي كسوعتي يو وزير هذا فدرالك حكى لك واحد لي مدحوينها بنتلان دكتور فرولة هي أصلاً كهلي وواحد لي خطبة وأنا أستنو إن كومباكت كان لقاطي برنامج كان يوبيل كان لقاطي إن سومالي ما أنت متاعي إن مارتي أي رالي كي برنامج كان قرن أدو ماس ماسته إن هل بنا كوي ماذا ذي إن هراد ورد عادي سؤالك وذا كوي دي طبعاً هذا نقول سؤالنا سومالي واحد لقى دقيق استأذ شكتي 1.8 مليون أو لقنتها دولار 2.2
4.5 million. لعجاء هذا فر بدن بهوري لوجد دقيقة جلسوا معي. سيدي عن برامج كفربا. بروكسل وحلاجوا دقيقة هذا كوركو بالجارك انتاسو ملايين. تركيا وحلاجوا دقيقة انتاسو ملايين. لندن تام بسنة كان جديد وحلاجوا دقيقة انتاسو ملايين. رات كيدين الله ما هي لا هذا. محي وجد سنت هاي تن ما أنت لوجي باهاي. أو هذا بروكسل مرلاب اللوجي باهاي. لعجت أذكر فر بدن سومالي إن وحلاجوا قبته. محي وجد استكوا هراد سلادة واللوجي باهاي شري. ومد سومالي هذا ناسو جاري شري. dib loogu dhisi lahaa wadooyinka beeraha xoolaha arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada waxaan jecelahay inaan ku xaqiijiyo hadal ay shalay soo saareen oo dhigaalkiisu ahaa in dadka Soomaaliyeed ay ay u xaqiijinayaan ama ay sida ay aadka ula dhacsan yihiin yadidilada isbeddelka leh ka hana qaaday dhulka Soomaalidu dogto iyago oo yiri waxaan dhiri gelinaynaa dib u heshiisiinta waxaana ku celcelinaynaa taageerada aan u hayno qaranimada madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya si taageerada aan u muujinana waxaan qalinka ku duugnay qorshaha heegsiga cusub loogu magac daray ee hirgelintiisa ay sheegeen in Soomaalida la garab taagan yihiin deeqaha bulshada caalamka ay ugu deeqeen Soomaaliya ee wajireen waxa aad ka warameysid 280 milyan oo yuro hadda ka hor kulankii ka dhacay magaalada Brussels in Soomaaliya loogu deeqay lacag kale inay kaga yimaadeen dalka Turkiga shirkii ka dhacay iyo shirkii ka dhacay magaalada London waxaan rabaa isbeddelka soconaya ee ka soconaya Soomaaliya Soomaalidu inay mid ogaato yaani arrintu waa isbeddeshay lama joogo maalmihii jeebka lagu shiban jiray hantida magaca umada Soomaalida lagu qaato waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed xusuusiyo yaani lacagaha la sheegayo in Soomaalida loogu deeqay aanay markii hore waxaan anigu dib u xusuustaa hawlgaladii qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ku baxay lacag lagu qadaray 4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lacagahaasi dadka Soomaalida wixii ka gaaray maahay wixii kale waxay dib ugu noqonayeen jeebabka kuwii hawlgalada ka waday Soomaaliya lacagtan shalay lagu dhawaaqay ee tiradeedu ay tahay 2.4 million kuma jirto qarashka la siinayo ciidamada hawlgallada qaramada midoobay ama dalalka igad ka socda ee Soomaaliya ka hawlgala hadda lacagtan waxaa lagu bixinayaa mushaharooyinka ciidamada Soomaalida loo sameynayo sida kuwa booliska militariga iyo qaybaha kale ee ciidamadu ay ka kooban yihiin bixintaas intaan la gaarin rajo intee leeg baad ka qabtaa in lacagtaani sidii kuu horeeyay noqon doonto ama ay furi doonto waxaan leeyahay wax badanna ku celcelinayay dadka Soomaalidu inaysan dib u arkin hadii siyaasi ama hoggaamiye ka tirsan kuwa la doortay ee maamulka jamhuuriyadda Soomaalida madaxda ka ah ama kuwa deegaanada ay ka soo jeedaan ee gobolada Soomaaliya lagu eedeeyo sida warbixintii qaramada midoobay ee la soo saaray dhawaan ay sheegaysay in lacag far badan jeebka lagu shubto waxay ila tahay tani waa ka duwan tahay arrintu sidii hore ma ahaan doonto ruuxii isleh jeebka ku shubana waxaan rajaynayaa in la xisaabin doono hadii Ilaahay ogolaado aad baad u maasan tahay Abdiweli adigaan ku imaado Abdiweli sidii su'aashii aan xildhibaan weydiiyey lacag badan baa hadda koor Soomaaliya loogu yaboohay yaboohuna waa aad buu noogu batay waxna ma yimaadaan waa arrinta marka laga hadlo haddaan faylka gadaal loogu qorin maxay uga gadisnaan kartaa lacagtan lagu yaboohay maanta ama shalay loogu yaboohay shirkii Bruxelles maxay uga gadisnaan kartaa kuwii hore lagu yaboohay jiray lahayn jiray بسم الله الرحمن الرحيم هدي أن دب وصل لابد سؤال مركب وارس العقتها ليس قد يقام حاجة حاجة دبولي كده ما هي دبولي كده وامح ولا لسه عن رتب الرامج كان نيو ديل كا سواء على الجمهور ريم وتم فر بضم با أرنتاز قال إيش إذا الله سعطها وتم فراجع أها إستمو بحكم ده هاي وحكم ده هاي سيراليو وحكم ده هاي إن كونغو شو وضم بالوجه شابي برنامج كان waxaa mudaysan ula socono dibta Soomaaliya soo gaadhay infrastructure ama haato ama ha ahaato structure ki social ama economic every ama political wax weyn ba Soomaaliya soo gaadhay misal waxaan ka siinayaa misal ba lacagtu for your clarification waa 2.8 billion way lacagtu euro waxaa mudaysan
marka la fiiriyo wadamada dhirtaas oo kala ku dhacda kama soo qaad Rwanda waxa lagu bilaabay oo lagu maalgeliyay 7 billion waa dareemi ka dhama saaxadda geographically inta Soomaalidu la eegtahay ee Rwanda inta la eegtahay Afghanistan waxa ka bilaabatay boo 36 billion Liberia waxa ay noqotay 10 billion waxa la soconaa khudbadi waxa ku jiray Herman ninka oo laga ogaaday Dilchim Soomaaliya muddo shan sano inay ku baxday lacag 1 billion وأدريني كذا مرة وأوشن هل مسجل لك إيش لكن مهم جدا مركو حتى مدح ما إنه كان ذي أولها ورا العقدة يال ولا كلا لسين واحد يشاع إنه كل من تدم إمبورتنس جدا إلى هذا وأدريني كذا صار هذا سدي عن فيلينج لأن كم عمر بيحن يديت الناس يوقع ده يمدير وحي وفر برا ما استركش الأجسمنتي وواشران ومحا مركو هرب وكسر لسنا نيو ديلكو إن له إنكلوسيف جيفرمنت دولة لقوا ده كوبايا إلنا كلو وقابب كي مركو اللي يوصل سليه سكيورتي سيتيزنس كورد جاستيس إن جاستيس كإلنا لا دروا محكمته السيوشنسكي جوديشريكي وحيلا ديس ريفينيو إن عشورقات كي وحا صور در مركي اللي هربا وحا دعا يوان بلا وان فيشن هورتا قرشاه وقوين وحا اللي هيدا هذا ديور ديل وطاسايا هيد والدولة اللي وكرره كون باكي مركا أي كارين وحاجر شركة نقابقا إنو لا صعنا qaabka kan hadda aynu ka hadlayno ay ku yimaadeen ila madaxweynaha heer madaxweynaha Soomaaliya ila maamul goboleed oo aan ka hadlay fragmentation ee wax saasa ee Soomaaliya burburkii yani aaminaad ayadoo la aaminsan yahay international Soomaaliya hal dawlad uu arkaa